بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا في الجزء الثاني من سلسلة شرح الفيلانز من طقطق. السلام عليكم. طبعا في البداية أنا حابب بس أن أنا أعتذر عن التأخير في طرح الجزء الثاني، يعني يمكن كان الواحد بيمر أو والبلد كلها كانت بتمر يعني بحالة صعبة، ويعني الواحد ما كانش ليه نفس يعني يعمل أي حاجة خالص. يعني الحمد لله احنا بس يعني بنتمنى في هذه الايام المفترجه ان ربنا يجعل بلدنا امن وامان يا رب، ان شاء الله يا رب امين. كل سنه وانتم طيبين. النهارده اول يوم في رمضان، فيعني مش هلاقي مناسبه افضل من كده ان احنا ناخد فيها ثواب وننشر فيها العلم. فبلاش بس نطول عشان الفيديو ما طولش. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يعني نقول رمضان الجاي بإذن الله يكون كل واحد فينا حقق كل أمانيه ويلاقي أماني جديدة ويحققها وهكذا إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا النهاردة إيه؟ هنتكلم النهارده عن شوية توبكس كده. هنكمل طبعا الكلام بتاع المرة اللي فاتت في الجزء الأول، وهنكمل النهارده عدة نقاط يعني يمكن الوقت المرة اللي فاتت ما كانش يسمح إن احنا نقولها. النهارده هنتكلم أول حاجة خالص عن حاجة اسمها الفيلانز نمبر. إيه هي النمبر أوف فيلانز؟ هو أنا ممكن أكريت كام فيلاناية؟ إيه هو الماكسيمم نمبر؟ إيه هو العدد الأقصى أو الحد الأقصى من الفيلانات على السويتش الواحد؟ ده هنعرفه إن شاء الله. تاني حاجة نتكلم عن الفيلان ممبرشيب، يعني العضوية بتاعت الفيلان. لو أنا جيت أترجم كده، فالفيلان ممبرشيب هي عضوية الفيلان. يعني إيه عضوية؟ هو الفيلان دي نادي يعني في عضوية؟ لا، هو بالظبط أنا عايز أعرف هو مين اللي بيكون عضو في الفيلان. برضو هنشرح الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله. ثلاثة هنتكلم عن ديبلوينج الفيلانز. الفيلانز دي بتتطبق إزاي بقى على المستوى الجغرافي. أربعة هنحكي على الترانك تاجينج، وساعتها إن شاء الله هنحكي إيه هو أصلا التاجينج وإيه هو الترانك. يمكن المرة اللي فاتت حكينا عن الترانك انترفيس، وقلنا إن الترانك انترفيس هي انترفيس باي ديفولت موجودة في كل الفيلانز، أو باي ديفولت هي بتسمح بالترافيك نعدي من خلالها من جميع الفيلانز. أخيرا وليس أخيرا رقم خمسة هنحكي عن شوية كونفيجريشن، الكلام البسيط اللي احنا حكيناه المرة اللي فاتت واللي هنحكيه المرة دي هيتعمل ازاي بقى في اللاب العملي. فهنعمل الكونفيجريشن، هنشرح الاول الكونفيجريشن بتشتغل ازاي، ونطبق الكلام ده على لاب صغير، وهنطبق على برنامج الباكيت تريسر. طيب نبدأ على طول بسم الله الرحمن الرحيم مع أول نقطة من النقط اللي هي كانت الفيلان نمبر. لو انا جيت وسالت اي حد في اي انترفيو وقلت له هي الفيلانز نمبر من كام لكام، فالاجابه لابد ان تكون ان الفيلانز نمبر لابد انها تكون من واحد وحتى 1005. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان انا اي سويتش في الدنيا يقدر يشيل فيلانز بحد اقصى قد ايه؟ يقدر يشيل فيلانز بحد اقصى 1005 فيلان. يعني انا ممكن اكريت عليه فيلان 1 فيلان 2 فيلان 3 4 5 حتى 1005. بس مع الوضع في الاعتبار حاجه، ايه هي؟ ان عندي حاجه اسمها الريزيرفد فيلانز. عندي حاجه اسمها الريزيرفد فيلانز او الفيلانات المحجوزه. يعني ايه بقى ريزيرفد فيلانز او الفيلانات المحجوزه؟ هي فيلانات اوريدي متكريته على السويتش، هي فيلانات اصلا موجودة على السويتش. يعني انا مش هروح اكاريت فيلانات واقول انا عايز اكاريت الفيلان دي، لا هي اصلا موجودة على السويتش. زي ايه الكلام ده؟ والله انا عندي في السويتش الفيلان رقم واحد دي ريزيرفد فيلان. ويعني ايه ريزيرفد؟ يعني يمكن اقصد بس كلمة ريزيرفد عشان الناس ما تبقاش فاهمة الموضوع مش دقيق قوي. كلمة ريزيرفد معناها ان هي اوريدي معمولة محجوزة، يعني انت مش هتروح تعمل فيلان وتسميها ون، لا اي سويتش في الدنيا موجود عليه فيلان رقمها واحد. الفيلان رقم واحد بنقول عليها يا شباب النيتف فيلان. باي ديفولت السويتش بيكون عليه نيتف فيلان
اللي هي الفيلان رقم واحد. هو ايه بقى قصة النيتيف فيلان دي؟ تعال اسألك سؤال بمنتهى البساطة، هو لو احنا رحنا نجيب سويتش لسه مطلعه حالا من الكرتونة بتاعته، جايبه حالا من المصنع بتاعه، ووصلت عليه بي سي وبي سي هنا وبي سي هنا، السؤال بيقول هو انا لو وصلت البي سي دي على السويتش هتكونكت مع بعضها؟ قبل ما اجاوب تعالى نرجع خطوة لورا، نرجع للفيديو اللي فات. مش اتفقنا ان الفيلانات كل فيلانية بتكون عبارة عن سينجل برودكاست دومين، يعني كل فيلانية عبارة عن برودكاست دومين خاص، وبالتالي لو في اجهزة او بورتات موجودة في فيلانز مختلفة ما تقدرش تتكلم بعض. بمعنى صح عشان الكلام دقيق، لو البورت دي والبورت دي وايضا البورت دي، لو كل بورت من دول موجود في فيلان مختلف عن التاني، انسى ان يكون في كونكتيفيتي ما بين الاجهزه دي وبعض، الا اللهم طبعا لو احنا استنينا اي حل من الحلول اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، اللي هي طبعا الراوتر اون استيك والانتر فيلان راوتينج، وحل اخير هنتكلم عليه بعدين اللي هو اللاير 3 سويتش، يمكن بس هيجي الكلام عليه قدام. طب نرجع بقى للكلام، ايه بقى النيتيف فيلان؟ انا كنت بقول بمنتهى البساطه ان لو انا راجل مش مهندس اصلا، او انا معرفش يعني ايه فيلانز، او مش عايز استخدم التكنولوجي اللي اسمها فيلانز اصلا، هل هتقعد تجبرني بقى ان انا اقعد احط البورتات او الاجهزه ديت في نفس الفيلان بحيث ان اعرف اخليهم يكلموا بعض؟ قال لك لا، احنا نعمل اختراع ظريف قوي ونسميه نيتيف فيلان. كل البورتات هتيجي باي ديفولت من المصنع موجوده في نفس الفيلان، وبالتالي لو انت اصلا ما تعرفش الكونسبت بتاع الفيلان، لو انت اصلا مش عايز تستخدم الفيلانز ولا كانك سمعت حاجه عن الفيلانز، وصل الاجهزه وهتشتغل معاك. طب اشتغلت ازاي؟ لانه كل البورتات اللي موجوده على السويتش هتكون موجوده في نفس الفيلان اللي اسمها نيتيف فيلان. يبقى يعني نيتيف فيلان هي فيلان موجوده باي ديفولت على السويتشات، وباي ديفولت بيكون رقم واحد. على فكره عايز اعلق تعليق صغير على كلمه باي ديفولت. دايما في اي كورس من الكورسز اللي بنديها بقول للشباب كلمه باي ديفولت معناها حاجتين، واحد انك لو ما عملتش اكشن، لو ما خدتش اكشن، لو ما عملتش حاجه من ناحيتك هتفضل القيمه دي زي ما هي. يعني لو قلت والله انا باي ديفولت القيمه دي 10، معناها ان انا لو ما عملتش اي حاجه من ناحيتي القيمه دي هتبقى كام؟ 10. المعنى رقم اتنين انك ممكن تغيرها، يبقى كلمة باي ديفولت معناها انها قابلة للتغيير. لما اقول لك ايه باي ديفولت النيتيف فيلان بون، لكن هل ممكن اخلي النيتيف فيلان مش ون؟ لكن باي ديفولت يعني ايه؟ يعني السويتش جاي من مصنع كده بحاله بربطته بكيسه جاي النيتيف فيلان بون باي ديفولت، لكن طالما باي ديفولت النيتيف فيلان بون اذا انا ممكن اغير الايه؟ النيتيف فيلان. ده بس كان تعليق صغير على كلمة باي ديفولت. نرجع تاني لقصتنا، الفيلانز نمبر من 1 حتى 1005، بس في حاجات منهم اوريدي موجوده زي الفيلان رقم 1 اللي سميتها الفيلان، وفي كمان رينج من الفيلانات اللي هو من 1002 1003 1004 وحتى 1005، يعني الحته الاخيره او الجزء الاخير من الرينج من اول 1002 وحتى 1005، يمكن بس 1005 مش ظاهرا الرينج الاخير او الجزء الاخير من الرينج بتاعنا من 1002 حتى 1005 دوت ريزيرفد. ريزيرفد لايه او محجوز لايه او متكاريت اصلا لايه؟ لمجموعه من التكنولوجيز. يعني ايه بقى؟ مش فاهم. يعني مثلا والله كمثال ان الفيلانيه اللي اسمها 1002 دي متكاريته لحاجه او التكنولوجي اسمها الاف دي دي اي، الفايبر ديستريبيوتد داتا انترفيس. دون الدخول في تفاصيل احنا مش عايزين نتكلم عليها النهارده، او ما تهمناش عموما في جزء الفيلانز الاف دي دي اي او التكنولوجيز اللي بيشتغل او اللي محجوز لها مجموعه الفيلانات اللي هي 1002 1005، لكن بمنتهى البساطه بقى اقول لك ان انت لو هتطبق اي تكنولوجي من التكنولوجيز ديت هتستخدم لها الفيلانايه المختصه بيها. يعني لو انت هتشتغل على اف دي دي اي هتلاقي ان في اوريدي كريتد فيلانز او فيلان معموله رقمها 1002. اذا عايز اقول ايه النهايه وخلاصه الكلام عشان ما نطولش، الفيلانز
الرينج بتاعها من 1 حتى 1005، واحد موجوده عشان هي نيتف فيلان، 1002 1003 1004 1005 موجودين او محجوزين لبعض التكنولوجيز. لو انت عايز تتاكد من الكلام ده تعالى بمنتهى البساطه كده نفتح برنامج الباكت تريسر. بمنتهى البساطه خالص هجيب اي سويتش، هفتح السويتش دوت، نستنى بس لحد ما يعمل لود. وبمنتهى البساطة طبعا انيبل، بمنتهى البساطة هعمل شو فيلان، وريني الفيلانز اللي عندك. السؤال بيقول بس قبل ما اضغط انتر، قبل ما اعمل الكوماند، هل انا عملت اي كونفيجريشن على السويتش دوت؟ اكيد لا، انا لسه واخد السويتش حالا كاني بالظبط اكشوالي لسه مطلعه من الكرتونه بتاعته، ما عملتش عليه اي كوماندز، ما عملتش عليه اي كونفيجريشن. هعمل شو فيلانز واتاكد معاك دلوقتي ان اوريدي في فيلانز موجوده متكريته باي ديفولت على اي سويتش. بص كده بالظبط هتلاقي ان في فيلانيه اسمها واحد موجوده باي ديفولت للايثرنت نتورك، في 1002 للاف دي اي، 1003 1004 للاف دي نت، 1005 للتي ار نت، دي كلها فيلانات اوريدي موجوده على اي سويتش. طيب نرجع بس للكلام بتاعنا، يبقى الفيلانز نمبر بيكون من 1 وحتى 1005. لكن الحقيقه ان في حاجه اسمها الاكستندد فيلانز. ايه بقى الاكستندد فيلانز؟ بمنتهى البساطه ان في بعض السويتشات في حالات معينه هتقدر تشيل نمبر اكبر، عدد اكبر من الفيلانز، والكلام دوت يمكن بيظهر اكتر في السيرفيس بروفايدرز، يعني المقدمين خدمه الانترنت مثلا او اي خدمه من خدمات الشبكات مثلا زي اي شركه على مستوى العالم مثلا زي اورنج مثلا او اي شركه تانية في مصر او خارج مصر، دايما بتظهر فيها قصه الاكستندد فيلانز، ان بتلاقي اعداد الفيلانز نفسها محتاجه عدد اكبر من الفيلانز. هي بتخدم كاستمرز كتير، لو كل كاستمر خد فيلانايه على سويتش مثلا، لا ده انا عندي عدد كبير من الكاستمر، اذا الرينج الموجود ده اللي هو من 1 لحتى 1005 مش هيقضيه. فاحنا عايزين نعمل رينج جديد ونسميه الاكستندد فيلانز. الاكستندد فيلانز هي الرينج بتاعها بيبدا من اول 1006، يعني من نهايه الرينج القديم، مش الرينج القديم اللي هو النورمال رينج، بيسموه النورمال رينج. النورمال رينج دوت من 1 وحتى 1005، ده يبدا من اول 1006 وينتهي عند 4094. اذا في حاجه اسمها الاكستندد فيلانز، ممكن يكون الارقام اكبر شويه من 1005، الرينج بتاعها من كام؟ من 1006 وحتى 4094. تيك كير ان الكلام ده مش بيحصل في كل الحالات، مش كل السويتشات تقدر تطبق الكلام ده، مش كل الموديولز بتاعت السويتش، مش كل انواع السويتشات تقدر تطبق الكلام ده، مش كل الاي او اس، مش كل الاي او اس بتاعت السويتشات تقدر تطبق الكلام ده. وكمان في ظروف تانية لابد انها تكون مطبقه، زي ان السويتش اللي هيعمل اكستندد فيلان لابد ان يكون في الترانسبيرنت مود. ايه بقى قصه ترانسبيرنت مود؟ عشان برضو ما نطولش عليكم النهارده، لان مش عايزين ندخل في قصه الترانسبيرنت مود. لو حد منكم يسمع عن ال في تي بي، عموما عشان نشرح الفيلانز، فدايما بقول ان الفيلانز لها عكازين، عكاز اسمه الدي تي بي وعكاز اسمه الفي تي بي. عكاز اسمه دي تي بي وعكاز اسمه في تي بي. الفي تي بي لو انت جيت سالت اي حد عنه هيقول لك والله الفي تي بي دوت ليه 3 مودز، حاجه اسمها سيرفر، والمود الثاني اسمه كلاينت، والمود الثالث والاخير اسمه الترانسبيرنت. مش عايز اخش في تفاصيل كتير، الفي تي بي والدي تي بي هيتشرحوا بالتفصيل بدايه من الفيديو القادم ان شاء الله، يمكن هنبدا نتكلم اكتر عن الفي تي بي والدي تي بي. لكن بس هي ملاحظه صغيره ان لما نيجي نشرح ان شاء الله في تي بي، فكرنا اقول لك فاكر الاكستندد فيلانز اللي كنا بنشرحها النهارده، الفيديو الجاي هقول لك فاكر الاكستندد فيلانز، عشان كنا نطبقها كنا لازم نحكيها على
او نطبقها على الترانسبيرنت مود او السويتش الشغال في الترانسبيرنت مود في ال في تي بي. طيب يبقى احنا اسر الكلام عشان ما نطولش في هذه النقطه، الفي لان نمبر من 1 حتى 1005 ده النورمال رينج، ومن 1006 حتى 4094 ودوت الاكستندد رينج او الاكستندد في لانز. رجوعا الى الصفحه الرئيسيه بتاعتنا النهارده او المكان اللي فيه التوبكس بتاعتنا، كده خلصنا، يعتبر خلصنا اول توبك اللي هو الفي لانز نمبر. تعال ندخل لرقم 2 على الفي لان ممبرشيب. الفيلان ممبرشيب هي العضويه بتاعت الفيلانز، هي الفيلانات ليها عضويه. عارف وانا بشرح دايما الفيلانز بتعمد اني اقول في النص مره ان البورطايه عضوه في الفيلان، ومره اقول ان الجهاز ده عضو في الفيلان. هو ايهما صح؟ هو ايهما ادق؟ هل ادق او اصح ان اقول ان البورت هي اللي عضو في الفيلان، البورت بتاعت السويتش فتحه اللي على السويتش هي اللي عضو في الفيلان، ولا الاصح ان انا اقول ان الجهاز البي سي هو اللي عضو في الفيلان؟ انا صح، ايه رايك؟ لا، هو لو جيت للحق الاثنين صح، لان الفيلان ممبرشيب لها نوعين، نوع اسمه استاتيك ونوع التاني اسمه دايناميك. الاستاتيك فيلانز بقول عليها بورت بيزد فيلانز، يعني ايه بقى الاستاتيك بقول عليها بورت بيزد؟ بورت بيزد يعني مبنية على اساس البورت، يعني اللي بيكون العضو في الفيلان هو البورت. يعني لو جبت سويتش كده وجيت على البورت اللي هنا دي، وصلت جهاز اسمه ايه، الماك ادرس بتاعه ايه، يبقى الجهاز ده موجود في فيلان 1 لان البورتايه دي موجوده في فيلان 1. طب شلت الجهاز اللي اسمه ايه وهوصل جهاز تاني اسمه بي، ايه رايك الجهاز اللي اسمه بي هيقعدوا في فيلان كام؟ 1 برضو، لانه كده كده متوصل في نفس البورت اللي هي اصلا موجوده في فيلان 1. يبقى رقم 1 النوع الاولاني الاستاتيك فيلانز هي البورت بيزد فيلانز، وبورت بيست فيلانز معناها ان البورتات هي اللي عضوه في الفيلانز، والكلام دوت بيكون او بيحصل في اغلب الحالات، ان دايما في اغلب الحالات بتلاقي البورتايه هي اللي عضوه في الفيلاند، قليلا ما بتلاقي او بتصادف قدامك النوع الثاني وهو الدايناميك فيلانز. الدايناميك فيلانز يا شباب بقول عليها ماك بيست فيلانز، ماك بيزد فيلانز يعني الفيلان ممبرشيب الديناميك فيلان ممبرشيب بيزد اون، مبنيه على الماك ادرس، يعني الماك او البي سي هو اللي بيكون عضو في الفيلان. انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان في جهاز هبقى عارف ان هو موجود في فيلانيه كذا، وايا كان هو وصل على انهي بورت هيفضل في نفس الفيلان بتاعته؟ الكلام ده بيحصل ازاي؟ الكلام ده بيحصل عن طريق توصيل السويتش ده بحاجه اسمها ال VMPS. هوصل السويتش عن طريق او هوصل السويتش بحاجه اسمها ال VMPS. ايه ال VMPS؟ هو ال VLAN Membership Policy Server. ال VLAN Membership بوليسي سيرفر، او اختصارا بنقول عليه ال VMPS. ايه ال VMPS ده يا شباب؟ بمنتهى البساطه هو سيرفر عنده كده على الجنب جدول، الجدول ده مكون من خانتين، الخانه الاولانيه الماك، والخانه الثانيه ال VLAN ID. عنده جدول من خانتين، الخانه الاولانيه اسمها الماك ادرس، والخانه الثانيه اسمها الفيلان اي تي. مثلا محطوط ان الجهاز اللي اسمه ايه موجود في فيلان 10، الجهاز اللي اسمه بي موجود في فيلان 20، الجهاز اللي اسمه ايه في فيلان 10، الجهاز اللي اسمه بي في فيلان 20.
تعالى بس نوسط من الرسمة كده بقى. ما اصبحتش البورتاية هي اللي عضو في الفيلان، الجهاز نفسه هو اللي بعضو في الفيلان. ازاي بقى؟ اول ما الجهاز اللي اسمه بي هيرتبط بالسويتش، هيكونكت على السويتش، بيبعت مسج يقول فيها مساء الخير. مساء الخير دي مبعوثه بسورس ماك. مين الماك ادرس؟ السورس ماك ادرس بتاع المسج دي مين؟ بي، صح كده؟ اذا السويتش استقبل مسج من على البورتايه دي، المسج دي من جهاز اسمه ايه؟ بي. يقوم السويتش طالع على الفي ام بي اس يقول له يا في ام بي اس الحقني، انا واصل عليا جهاز اسمه بي انجدني. هو الجهاز اللي اسمه بي ده موجود في انهي فيلان؟ فالسيرفر بمنتهى البساطة هيروح على جدول اللي عنده يقول اه والله ده الجهاز اللي اسمه بي واصل على فيلانية اسمها او رقمها 20. اذا السويتش ما يعمل الماك ادرس تيبل بتاعه هيكتب والله اه ان في على البورت الفلانية جهاز اسمه بي مثلا على فاست صنيت 0 على 1 موجود في فيلان كام؟ 20. دوت شكل الماك ادرس تيبل. طب تخيل انت بقى معايا ان انا عملت ديسكونكت للجهاز ده من هنا من البورتايه دي وقمت موصله على انذر بورت، ايه رايك؟ هل هيفضل الجهاز اللي اسمه بي في نفس الفيلان؟ اكيد. اه اذا عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل ان الجهاز هو اللي بقى عضو في الفيلان، وان ايا كان ايه هي البورت اللي انت بتوصل عليها العبره بالماك ادرس بتاع الجهاز. عشان كده بقول عليها ايه؟ الماك بيزد. هي بيزد اون ماك، هي مبنيه على الماك. الماك ده اسمه ايه؟ اسمه بي. اذا بي هطلع على السيرفر في ام بي اس اقول له يا سيرفر يا في ام بي اس لو سمحت قول لي بي دوت موجوده في انهي فيلان، يقول لي فيلان 20 اقول له شكرا. اذا حط في ماك ادرس تيبل ان الجهاز اللي اسمه بي موجود على الانترفيس ديت في فيلان 20 ايا كان البورت اللي هو واصل عليه. اذا نقول كده بسرعه تاني، الفيلان ممبرشيب يا اما بتكون ستاتيك يا اما بتكون دايناميك. الستاتيك بتكون بورت بيزد، يعني العضويه مبنيه على اساس البورت، البورت هو اللي بيكون عضو في الفيلان. اما الدايناميك بيكون ماك بيزد، ان الماك هو اللي بيكون عضو في الفيلان. طيب نرجع كده برضو تاني للقائمه الرئيسيه بتاعتنا. كده خلاص الفيلان ممبرشيب دن. تعالى النهارده نتكلم رقم 3 على الديبلوينج فيلانز. جغرافيا الفيلانز دي هتطبق ازاي؟ تعالى كده بس نروح للبيج بتاعتها. ديبلوينج فيلانز، الديبلوينج فيلانز اللي فينا عشان تطبق عندي منها شكلين او نوعين. النوع الاولاني بيكون اسمه الاند تو اند فيلانز. النوع الاولاني اسمه الاند تو اند فيلانز، اما النوع الثاني بيكون اسمه اللوكال فيلانز. يبقى انا عندي نوعين من الفيلانات او من نوعين من انواع الديبلوينج، من التطبيق بتاع الفيلانات. يا اما هنطبقها اند تو اند، يا اما نطبقها لوكال، يا اما اعملها اند تو اند يا اما اعملها لوكال. تعال نشوف الفرق بين كل واحده، واسالك سؤال في الاخر واقول لك ايه رايك انهي احسن، نعملها اند تو اند ولا نعملها لوكال. واحد، لو هحكي على الاند تو اند، لو كانت طريقه الديبلوينج بتاعتك اند تو اند ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت لو عندك سويتش كده وصل وليكن بسويتش كده طالعين مثلا على سويتش ثالث في هنا مثلا جهازين، في هنا كمان جهازين، وفي هنا كمان جهازين. وتم عمل الجهاز ده انه في فيلان 10، اما دوت كان في فيلان 20، دوت ايضا كان في فيلان 10،
ودوت في فيلان 20، دوت اتعمل في فيلان 10، وده اتعمل في فيلان 20. ها حد لقط حاجة؟ الاند تو اند فيلان يا شباب بتكون فيلانية موجودة على كل السويتشات اللي في الشبكة. يعني ايه؟ يعني الفيلانية اسمها 10، هتلاقي ان سويتش واحد موجود فيه فيلان 10، وسويتش 2 موجود فيه فيلان 10، وسويتش 3 ايضا موجود فيه فيلان 10. يبقى انا عندي 3 سويتشات فيلان 10 موجودة على الثلاث سويتشات. طب وفيلان 20 ايضا موجودة على سويتش 1 وسويتش 2 وسويتش 3. ده معناه ان كل فيلانية موجودة عندي بتواجد على كل او حتى اغلب السويتشات. يعني حتى لو مش هكون على كل السويتشات هكون على اغلب السويتشات. دي طريقة عمل الاند تو اند فيلان. بس في هنا مشكلة صغيرة قوي. فاكرين لما كنا بنقول ان كل فيلانية عبارة عن سنجل برودكاست دومين؟ وطالما هي سنجل برودكاست دومين، اذا لو جهاز منهم عمل برودكاست، البرودكاست ده هيوصل لمين؟ هيوصل لجميع الاجهزة اللي موجودة معاه في نفس الفيلان. حلو قوي. اذا تقدر تقول لي لو الجهاز اللي اسمه ايه ده عمل برودكاست، بعد برودكاست مسج، تقدر تقول لي السويتش واحد ده هيعمل ايه؟ هيفروضها لكل أجهزة اللي موجودة في نفس البرودكاست دومين اللي اسمه فيلان 10. هو فين الأجهزة اللي موجودة في فيلان 10؟ الجهاز ده والجهاز ده. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان رسالة البرودكاست دي هتروح للسويتش ده وهيوديها على الجهاز ده، وكمان هتروح على السويتش ده وهيوديها على الجهاز ده. عايز اقول ان في هذا الشكل اللي هو الاند تو اند فيلان بالمنظر ده، اي رساله بودكاست هتوصل لكل السويتشات. عارفين احنا كده بنلف حلقه مفرغه. احنا بنرجع لاول مشكله فاكرينها. فاكرين لما كنا نحكي الفيديو اللي فات عن المشاكل وحلها، كان اول مشكله ان لو حد عمل بودكاستنج بيوصل لكل الناس. ما انت كررت نفس المشكله. انت عملت فيلانات وقسمت وعملت كونفيجريشن وتعبت نفسك، وفي الاخر برضو لو حد عمل برودكاست هتلاقيه واصل لكل الاجهزه او كل سوري كل السويتشات اللي واصله معاك في الشبكه. اذا الاند تو اند نوت ريكومندد. يعني نوت ريكومندد يعني مش مستحب انك تعمل اند تو اند ديبلوينج للفيلانز. ليه؟ لان بمنتهى البساطه هتلاقي ان في النهايه في برودكاست مسج طلع من سويتش وطلع على كل السويتشات، برضو ممكن تؤدي الى حدوث هانجينج عندك في الشبكة. فالحل الامثل والافضل انك تعمل رقم 2 اللوكال فيلانز. واللوكال فيلانز بمنتهى البساطة انك هتخلي جغرافيا كل فيلانية لوحدها على سويتش واحد. يعني لو عرفت نفس الرسمة، ادي السويتش الاولاني طالع على السويتش التاني طالع على السويتش التالت. وفي كل سويتش في جهازين واصلين برضو نفس المنظر اللي فات. المنظر بقى المرة دي هيتعمل كالتالي، انك هتخلي على كل سويتش only one فيلان. يعني هخلي مثلا هنا فيلان 10 بس، هخلي مثلا هنا فيلان 20 بس، هخلي مثلا هنا فيلان 30 بس، عشان بس الموضوع يعني يبقى واضح اكتر. مثلا تعالى نزود عدد الاجهزة مثلا الوصل هنا. طلع بلون مختلف بس مش مشكلة. وتعالى اسألك سؤال. طبعا دوت موجود كده في فيلان 30، وده ايضا موجود في فيلان 30. تعالى اسألك سؤال بقى المرة دي. ها الجهاز دوت عمل برودكاست، بعد برودكاست مسج. ها قول انت بقى
هل البرودكاست مسج دي هتوصل لكل السويتشات؟ اكيد لا. ليه؟ ليه؟ لو رجعنا للكونسبت الاساسي بتاعنا ان السويتش هيعمل برودكاستنج على كل الاجهزه اللي موجوده في نفس البرودكاست دومين اللي اسمه فيلان 30، يعني البرودكاست مسج مش هتوصل الا للاجهزه اللي موجوده في فيلان 30. هي فين يا بسمه؟ اهي واهي وايضا اهي. اذا المره دي البودكاست راح على كل السويتشات؟ لا، ده راح على سويتش واحد بس. ها، ايه افضل لك؟ ايه انسب لك؟ ايه احسن لك ان يكون البرودكاستنج بيطلع على كل السويتشات، يعني بيعمل لود على كل السويتشات، ولا جاست بس ان هو يعمل لود او يعمل برودكاستنج على سويتش واحد بس؟ بالظبط، فعلا الـ end to end VLAN not recommended، الـ local VLANs recommended. يبقى بمنتهى البساطة لو حكينا من الأول خالص بسرعة كده على الـ deploying VLANs، فإما end to end وفيها الـ VLANات بتكون موجودة على كل أو أغلب السويتشات ودوت مش recommended، أما النوع التاني اللي اسمه local VLANs وبيكون في كل VLANية موجودة على only one switch قدر الإمكان طبعا، ودوت بيكون أفضل بكتير. اذا كده يعتبر انتهينا من الجزء بتاع deploying VLANs. تعالى ننتقل للجزء الرابع وهو الترانك تاجينج. لو جينا نفتكر مع بعض يعني ايه اصلا ترانك، تعالى بس كده نروح للبيج بتاعتها. الترانك تاجينج، خليني اسالك سؤال. فاكرين من شويه لما كنا لسه بنشرح ال end to end VLAN؟ هتخيل معاك وجود سويتشين بالمنظر ده كده، والسويتش اللي على الشمال ده عنده جهازين، والسويتش اللي على اليمين ايضا عنده جهازين. خليني اتخيل معاك ان السويتش اللي على الشمال كان عنده الجهاز ده في فيلان 10 والجهاز ده في فيلان 20، والسويتش اللي على اليمين كان عنده الجهاز اللي فوق ايضا في فيلان 10 والجهاز اللي تحت على فيلان 20. جميل جدا. مش الجهاز ده والجهاز ده في نفس الفيلان؟ حلو. اذا هم يقدروا يتواصلوا مع بعض؟ جميل. طب ما تيجي كده نمشي مع الفريمز حته حته، من اول الجهاز اللي على الشمال وحتى الجهاز اللي على اليمين. الانترفيس او سوري البي سي اللي فوق على الشمال هيبعت الداتا، في فريم هتيجي للسويتش من على البورت دي، هيعمل هنا في النص عملية سويتشنج لان هي هيحتاج انها تطلع من البورت دي. حلو اوي. تطلع ازاي الفريم في هذا الاتجاه وتروح لحد البورت دي؟ حط نفسك مكان السويتش ده، فاكرين مثلا نسميه سويتش اتنين والاولاني سويتش واحد مثلا. حط نفسك مكان السويتش اتنين، انت جاي لك فريم مكتوب فيها، تعال مثلا نسمي الاجهزه نديها مكات، ده مثلا كان A، ده كان C، ده كان B، ده كان D. الوقت لو انت في مكان السويتش اتنين جاي لك مسج مكتوب فيها ان الديستنيشن ماك B اللي هو الجهاز اللي فوق على اليمين، بس سؤال، انا كان زمان قبل ما اعمل فيلانز كان عندي كل الاجهزه جنب بعضها وكل المكات جنب بعضها متعرفين في نفس الفيلانيه، لكن دلوقتي بقى عندي فيلان 10 وفيلان 20 وربما 30 وما ينفعش انها تبقى 40 وما يدورش انها تبقى 40 وما لما يكون في كمان فيلان 50 و60 و70، عندي كذا فيلان.
هو دلوقتي بقى الديستنيشن ماك اللي هو بي ده موجود في انهي فيلان منهم؟ هل يا ترى فيلان 10 ولا فيلان 20 ولا 30 ولا 40 ولا 50 ولا حط نفسك مكان السويتش. هل انت بقى تقعد تدور في كل الفيلانات على حد اسمه بي وبالتالي تاخد وقت اكبر في البحث او في السيرش على هو البي دوت موجود في انهي فيلان؟ فيلان 10 او فيلان 10 فين؟ اه اهي مين بي، خد انت اهو. لكن هو دلوقتي ما يعرفش هي في انهي فيلان، ده معناه ان هو يدور في كل الفيلانات اللي عنده على حد اسمه بي. ايه رايك؟ ده صح؟ ده اسلوب امثل لنقل الداتا؟ اكيد لا. طب عايزين نحل الموضوع ده، طب خلاص ما سهله اهي، نخلي السويتش اللي هيستقبل يعرف الديستنيشن ده في انهي فيلانيه. طب هو هيخمن؟ لا، هنخلي السويتش اللي قبله بقى اللي بيرسل، اللي هو بقى مين ده؟ ده هخلي السويتش اللي هو سويتش 1 قبل ما يطلع الداتا، قبل ما يوديها على سويتش تاني يضيف في الهيدر جزء. ما معناه ان الديستنيشن ماك دوت رايح على انهي فيلان، وبالتالي سويتش 2 لما يستقبل الباكت ديت او الفريم ديت هيقرا الهيدر بتاعها، مش بس هيقرا ان الديستنيشن بتاعها بي، لا ده هيشوف حاجه تانية مفادها او معناها ان الديستنيشن دوت موجود في فيلان 10. ايوه كده، ايوه كده، من الصبح عرفني وفهمني وريح الدنيا عليا، ريحني وقول لي ان الديستنيشن ده في انهي فيلان، كده الدنيا بقت اسهل عليا بكتير. على فكره المثال اللي انا بشرحه ده مثال صغير، فانت يمكن انت بتقول اه ده سويتش 2 عنده جهازين، يعني ايه المشكله لما يدور؟ لا تخيل سويتش 2 عنده مثلا 40 جهاز 50 جهاز 60 جهاز، لا هنقعد ندور في ده كله. هو من الافضل له ومن الاحسن له ان يبقى عارف الديستنيشن دوت موجود في انهي فيلان، وبالتالي يدور على عدد اقل من الاجهزه. طيب يبقى اسر الكلام، احنا هنقول ان الانترفيس او هنقول ان السويتش اللي هيبعت الداتا على اذر سويتش، على سويتش تاني، لابد ان هو يضيف على الفريمز ديت حاجه ما معناها الديستنيشن دوت موجود في انهي فيلاناي. اللي انا قلته بالبلدي ده هو الترانك تاجنج، اللي انا قلته كده باللغه البسيطه العلمي بقى بتاعه ايه، النولج بتاعته اسمها ايه؟ الترانك تاجنج. تعال نفسرها، يعني ايه ترانك ويعني ايه تاجنج؟ واحد يعني ايه ترانك؟ ها افتكر معايا، يعني ايه ترانك؟ انترفيس موجوده في كل الفيلانات. سؤال، هو لما جه الجهاز اللي اسمه ايه يتكلم مع بي، مش الداتا تطلع من الانترفيس دي وتروح الانترفيس دي؟ اه، اذا الانترفيس اللي هم المتظللين جامد دول لابد ان هم الاثنين يكونوا عضوه في فيلان 10، الانترفيس دي تبقى عضوه في فيلان 10. طب ما كمان الجهاز اللي اسمه سي لما يحب يحكي مع جهاز اسمه دي برضه هيطلع الداتا، هتطلع الداتا من الانترفيس دي ايضا وهتروح الانترفيس دي ايضا اللي بقت خلاص بقت عامله زي الكعبيره اهي. اذا برضه لازم اقول ان التو انترفيسز المكعبرين دول لازم كمان يكونوا عضوه في فيلان 20. اذا تكون عضو في فيلان 10 وفي فيلان 20، ولو في 30 ما يضرش، ولو في 40 مفيش مشكله، ولو في 50 برضه شغال. اذا التو انترفيسز دول لابد ان هم يكونوا عضوه في كلها في كل الفيلانز. اذا التو انترفيسز دول ها ترانك انترفيسز، واضحه كده؟ ثبتت لك اهوت ان هو دول لابد ان هم يكونوا ترانك، لان هم لابد ان هم يكونوا عضوه في كل الفيلانز. طب عرفنا ايه ترانك، يعني ايه بقى تاجنج؟ التاجنج بمنتهى البساطه هو اضافه الجزء ده، بص كده معايا، اضافه ان الديستنيشن ده موجود في انهي فيلانايه، في فيلان 10، في فيلان 20، في فيلان اكس. يبقى كلمه تاجنج معناها ان بحط تاج، حد يعرف يعني ايه تاجنج على الفيسبوك؟ انك تعمل تاج لحد، انت بتشير للحد ده. اه انا مثلا عايز ارفع صوره وعايز حد معين يشوفها، هعمل له تاج. التاج ده معناه ايه؟ ان بشير للراجل ده، بعرف الراجل ده بمعلومه معينه. هنا التاجنج انا بعرف السويتش اللي قدامي اللي هو سويتش 2 بمعلومه معينه، ايه هي؟ ان الديستنيشن اللي انا عايز ابعت له، اللي عايز الترافيك بتاعي او الداتا بتاعتي تروح له، موجوده في فيلان 10.
فده اسمه التاجنج. يبقى التاجنج دوت هو تعديل على الفريم بتاعتي، او بمعنى صح او بمعنى ادق على الهيدر بتاعت الفريم بتاعتي، عشان اخلي السويتش اللي قدامي يقدر يفهم الداتا دي رايحة على انهي فيلان. التاجنج في منه نوعين، النوع الاولاني اسمه الاي اس ال، والنوع الثاني اسمه الدوت 1 كيو. يبقى انا عندي التاجنج ده، ويعني ايه بقى تاج باسي؟ التاجنج معناها اضافه تاج. وايه هو التاج؟ هي خانه زياده في الهيدر هتعرف الديستنيشن سويتش الداتا دي رايحه على انهي فيلان. التاجنج ده في منه نوعين، نوع اسمه الاي اس ال. يعني ايه اي اس ال؟ يعني الانتر سويتش لينك، انتر سويتش لينك. والاي اس ال دوت بقول عليه ان هو سيسكو بروبريتوري. سيسكو بروبريتري يعني سيسكو بروبريتري يعني خاصية من خواص سيسكو، يعني ما تشتغلش غير على سويتشات سيسكو. يعني لو عندك اي سويتش مش سيسكو مش هينفع يقبل او يعمل تاجنج نوعه اي اس ال. يبقى اول نوع من انواع التاجنج هو الاي اس ال، يعني اي اس ال انتر سويتش لينك. مبدئيا خالص كده هو بيشتغل على فقط سويتشات سيسكو. من الاخر الاي اس ال دوت بيعمل عملية انكابسوليشن. انكابسوليتنج الهيدر، بيعمل عملية انكابسوليشن جديدة وبيضيف هيدر جديد. يعني ايه؟ يعني بمنتهى البساطة هو بيأد نيو هيدر. الهيدر الجديد دوت بيكون عبارة عن 30 بايت، 26 بايت في البداية كهيدر، زائد 4 بايت تريلر. يبقى تاني اول نوع عندي اللي هو الاي اس ال ده انتر سويتش لينك، ده سيسكو بروبريتوري خاصيه من خواص سيسكو، بيعمل عمليه انكابسوليتنج لنيو هيدر، بياد نيو هيدر اند نيو تريلر. يعني لو انت عندك الفريم اهو، ده منظر الفريم بتاعتي، كان في هنا الباكيت وفي هنا الايه الهيدر والتريلر، صح؟ مش كده منظر الفريم؟ لا، الراجل دوت وهو جاي يطلع الفريم دي هيضيف عليها من على الجنب دوت نيو هيدر، ممكن كان سميناه مثلا هيدر داش، ويضيف على الجنب الاخر ايه؟ نيو تريلر، كانه تريلر داش. بمعنى صح انه بيزود كل فريم هيدر جديد غير الهيدر القديم. مهمة الهيدر دوت انه يعرف الديستنيشن سويتش، السويتش اللي قدامي، الداتا دي رايحه على انهي فيلان. لما بيعمل انكابسوليشن يعني بيضيف هيدر جديد، الهيدر دوت حجمه 26 بايت كهيدر و4 بايت تريلر، يعني بيزود 30 بايت على كل فريم. انت مش شايف ده رقم كبير؟ يعني انت بس عشان تعرف السويتش اللي قدامك انت في انهي فيلانايه تضيف 30 هيدر، سوري 30 بايت. 30 بايت ده رقم كبير. يعني اذا مثلا قلت ان في ايثرنت الفريم بيكون مثلا 1500 بايت كداتا، كان بيشيل داتا، لما انا احجز منهم 30 بايت عشان بس اعرف السويتش اللي قدامي هو في انهي فيلان، مش شايف ان هو كتير؟ اصلا فكره ان هو يعمل عمليه انكابسوليتنج جديده فكره غلط. ايه ده، هو مش دوت من انتاج سيسكو؟ هي مش كل حاجه سيسكو بتعملها بتكون كويسه، يعني او بمعنى صح ان ممكن يكون في حاجات تانية احسن منها. انا عندي اي اس ال مش كويس،
رغم ان هو من انتاج سيسكو، لكنه مش كويس. طب ليه الاي اس ام مش كويس؟ لو سالت في اي انترفيو، لان بمنتهى البساطه بيعمل عمليه انكابسوليشن. يعني انكابسوليشن تغليف، بيحط غلاف جديد، بياد نيو هيدر، بياد نيو تريلر، بيزود حجم الفريم على الفاضي، او بيقلل بقى الداتا اللي منقوله في الفريم الواحده. يعني مثلا انت عندك حاجه اسمها ام تي يو، الماكسيمم ترانسفير يونت، ما تزيدش مثلا عن 1500. انت محتاج من 1500 دول على الاقل 30 بايت عشان جاست تعرف السويتش اللي قدامك انت رايح على انهي فيلان. طبعا ده رقم كبير، انت بتستهلك باند ويدث على الفاضي. 30 بايت ده رقم كبير على الفاضي. احنا ممكن نعملها بطريقه اشيك وافضل. النوع الثاني الدوت 1 كيو. الدوت 1 كيو دوت ستاندرد، يعني ايه ستاندرد؟ يعني على كله، يعني على كل السويتشات. لو انت عندك سويتش سيسكو، لو انت عندك سويتش بروكيد، لو انت عندك اي نوع من انواع السويتشات، هتلاقي عنده انه بيسبورت حاجه اسمها دوت 1 كيو، لانه ستاندرد مطبق على كل العالم، على كل السويتشات اللي على مستوى العالم. الدوت 1 كيو بقى فهم اللعبه، فهم الغلط بتاع الاي اس ال. الغلط بتاع الاي اس ال كان بيعمل عمليه ايه؟ انكابسوليشن، بيضيف انكابسوليشن جديد. لا، الدوت 1 كيو لعبها صح، قال لك انا هعمل عمليه تاجنج. ارجع بقى لاصلك، ده هي اصلا اسمها ايه يا شباب؟ اسمها اصلا تاجنج. فانت هتعمل انكابسوليشن جديد؟ لا، احنا نعمل عمليه تاجنج، يعني هضيف تاج. فعلا الاي اس ال يا شباب كان بيضيف 30 بايت كتير قوي، الدوت 1 كيو بيضيف اونلي 4 بايت. دي كده في وسط هيدر اللي موجود. ده مثلا قلت يدي كده الباكت ده كده هيدر، هيجي هنا في النص كده ويضيف حته كده بس صغيره 4 بايت. ده كده هيدر جديد كده في النص، محتواه ايه؟ محتواه الديستنيشن فيلان بتاعتي، او الديستنيشن ماك دوت موجود في انهي فيلان. يبقى الدوت 1 كيو بيعمل عمليه تاجنج، اما الاي اس ال بيعمل عمليه انكابسوليشن. فيبقى انت ايه رايك؟ واحد بيضيف 4 بايت بس وبيأدي المهمة، واحد بيضيف 30 بايت عشان يأدي نفس المهمة، يبقى انهي احسن؟ اللي بيضيف 4 بايت ولا اللي بيضيف 30 بايت؟ اكيد الدوت 1 كيو اللي بيضيف 4 بايت بس افضل واحسن من الاي اس ال، مع كامل احترامنا لشركة سيسكو، لان الاي اس ال سيسكو بروبريتري. يبقى فهمنا يعني ايه تاجنج، وتعرفنا ليه اصلا بنعمل عملية تاجنج ومهمتها ايه، وهتسهل ازاي نقل الداتا بين السويتشات وبعضها، وكمان عرفنا انواع التاجنج ما بين الاي اس ال وما بين الدوت 1 كيو. اخر بوينت عندنا النهارده في الفيديو هي الكونفيجريشن اند بيزك لاب. هنشرح الكونفيجريشن البسيطه، او الكلام السهل الخالص اللي بيتقال في الفيلانز، كلام كله سهل مفيش حاجه صعبه ان شاء الله، وهنطبق الكلام دوت على لاب صغير على الباكيت تريسر. كونفيجريشن سوري، عشان تعمل كونفيجريشن لفيلان فانت محتاج انك تمر على 3 خطوات. واحد، انك تكريت الفيلان. اتنين، انك تنيم الفيلان. وتلاتة، انك تاكتيفيت الفيلان. واحد، كريت فيلان، معناه ان انا اكريت اعمل فيلان، انشئ فيلان من الاول خالص. والله انا هاجي على سويتش هعمل عليه فيلان 10، يبقى اول خطوه ان انت تعمل فيلان 10، انك تكريت فيلان 10. الخطوه رقم 2 انك تسمي الفيلان. بس تكير من حاجه، ان الخطوه دي نوت امانداتوري، الخطوه دي اوبشن، الخطوه دي مش خطوه اساسيه، نوت ا ماست، دي خطوه اوبشن يعني اختياريه. ليه اختياريه؟ هو انت تسمي الفيلان دي خطوه اختياريه؟ اه، عارف ليه؟ لان بمنتهى البساطه السويتش بيتعامل مع الفيلانز بارقامها وليس باسمائها.
تاني كده اقول السويتش بيتعامل مع الفيلانز بارقامها، يعني انت تقول له بسم الله الرحمن الرحيم انا عايز كريت فيلان 10، فالسويتش بيتعامل مع الفيلان دي برقمها اللي اسمه ايه 10. رحت انت بقى سمي الفيلان دي محمد، سميها ابراهيم، سميها فتحيه، سميها عباس، سميها اللي انت عايز تسميها، لكن السويتش ما بيبصش لاسمها، بيبص للرقم. يبقى السويتش بيتعامل مع النمبرز اوف فيلانز وليس النيمز اوف الفيلان. يبقى اول خطوه انك تكريت الفيلان. اتنين اوبشن بالنسبه لك لو عايز تسميها سميها، وانا بريكومند ان انت تسميها، لان بعض مثلا ما تكريت 10 15 فيلانز هتبقى ناسي هي الفيلان رقم 10 كانت بتاعت انهي ناس، بتاعت السيلز ولا بتاعت قسم مثلا الاكاونتنج ولا بتوع الاي تي ولا بتوع المحاسبه ولا. فانت عايز مثلا تكريت فيلان لكل قسم من الاقسام في الشركه عندك، فانت بتسمي الفيلان انا هكريت فيلان 10 واسميها سيلز، يبقى انا عارف ان فيلان 10 بتاعت السيلز، وهكريت فيلان 20 واسميها اكاونتنج، فيلان 30 بتوع الاي تي، فيلان 40 بتوع كذا، بحيث انك بعد فتره ما تنساش هي فيلان 20 دي بقى كانت بتاعت ايه، ارجع على طول للنيم. اذا النيم دوت ليك انت، لكن السويتش بيتعامل بيه يا شباب بالنمبر او برقم الفيلان. واكيد رقم 3 ان انت محتاج تعمل اكتيفيت الفيلان، بمعنى صح انك تفعل الممبرشيب. تفعل الممبرشيب يعني ايه؟ يعني تخلي في بورتايا او في ماك عضو في الفيلان. طيب الكلام ده بيتعمل ازاي ككونفيجريشن؟ لو انت على الكونفيجريشن مود وعايز تكريت نيو فيلان او تكنفج فيلان، ها انت عايز تعمل ايه؟ عايز فيلان؟ طب ايه رايك ان الكوماند اسمه فيلان؟ ها في اسهل من كده؟ في اطعم من كده؟ ده سيسكو دي زي العسل والله. ها عايز اكريت فيلان؟ طب اكتب فيلان، مفيش اكتر من كده. واتباع الكلمه دي برقم. الرقم ده هو يا شباب؟ هو رقم الفيلان. يبقى انت عايز تكون في فيلان جديده اكتب فيلان 5. ما انت كده كريت فيلان 5. في اللحظه دي هتلاقيه هو دخل لك على مود تاني، سب كونفيجريشن مود اسمه الكونفيج داش فيلان. عايز بقى انت ايه رقم 2؟ تسميها هتديها ايه؟ نيم. يلا يا سيدي الامر اسمه نيم. شفتوا حاجه اسهل من كده بالذمه؟ الامر اسمه نيم، واكتب بعدها النيم بتاعك. عايز تسميها محمد على اسم جد، انت حر. يبقى رقم 1 كريت فيلان، 5، 2 هخش جوه هسميها سيلز مثلا او اي قسم من اقسام الشركه اللي عندي. يبقى رقم 1 كريت خلاص، 2 نيمنج خلاص، 3 بقى انك تاكتيفيت الفيلان. هنأكتف فيلان على ايه؟ بمعنى صح ان احنا هنفعل الممبرشيب. تعالى هنفعل الممبرشيب، يعني هخلي فيه بورتايا اللي هو الطريقه الاساسيه اللي هي الاستاتيك فيلان ممبرشيب، ان بخلي فيه بورت عضو في الفيلان او اخلي انترفيس عضو في الفيلان. يبقى بمنتهى البساطه اول حاجه لازم اخش الاول جوه الانترفيس او انده على الانترفيس. ها الكوماند اسمه ايه؟ انترفيس كذا، انترفيس مثلا فاست ايثرنت 0/1 وليكن. ها هو دخلك جوه ايه؟ جوه كونفيجريشن داش انترفيس، صح؟ جميل قوي. عايز تاكتيفيت البورت ديت او تحط البورت ديت جوه فيلان. مبدئيا انت جوه البورت محتاج تعمل حاجتين. واحد انك تعرف البورت ده هل هو اكسس ولا ترانك. مش اتفقنا ان البورتات نوعين؟ بالنسبه من وجهه نظر الفيلانز البورتات نوعين، يا اما اكس يا اما ترانك. حلو قوي. عايزين رقم 1 نعرف البورت ده هو اكسس ولا ترانك. رقم 2 لو هو اكسس هتقول له انت عضو في انهي فيلان؟ طب لو هو ترانك هتقول له انت عضو في انهي فيلان؟ اكيد لا، لان اتفقنا ان الاكسس بيكون عضو في اونلي 1 فيلان. فتقول البورت دوت مساء الخير، انت نوعك اكسس، انت في فيلان 5. اما لو هو ترانك هتقول له مساء الخير، انت عضو سوري انت في فيلان 5 ونوعك سوري انا اسف، ان لو هو ترانك هتقول له مساء الخير انت نوعك ترانك، لكن مش هتقول له ان هو فيلان 5 لانه باي ديفولت بيكون موجود فين؟ في كل البورتات اللي على السويتش، سوري في كل الفيلانات اللي على السويتش. طيب يبقى انا عايز اكتف الانترفيس دي جوه فيلان، فاخش جوه الانترفيس. دخلت جوه كونفيج داش انترفيس هقول له ايه؟ الكوماند اسمه سويتش بورت
مود، واكتب له حاجة من اتنين، يا تقول له انت المود بتاعك اكسس، يا اما تقول له انت المود بتاعك ترانك. عشان بس الناس اللي مش فاهمه انا بكتب ايه، في اي كونفيجريشن دايما بعملها بحط تحت خط، لو في كلمه تحتها خط بحط هنا اي حاجه متغيره. يعني لما اقول مثلا هنا فيلان، لما اقول هنا فيلان وبعدين في رقم تحته خط، ده معناه انت هتكتب فيلان وبعدين اكتب اللي انت عايزه، 5 6 7 8 10 20 اي حاجه انت عايزها. طيب لما اقول مثلا الكوماند اللي وراه نيم وفي حاجه وراها خط تحتها خط، ده معناه انك هتسمي هنا حط اي اسم، يبقى اي كلمه تحتها خط ده متغير. هنا انا بنده على انترفيس فاست صرنا 0 على 1، انت ممكن تنده بنفس الكوماند على انترفيس فاست صرنا 0 على 2، 0 على 0، 2 على 1، ايا كان. يبقى اي كلمه تحتها خط ده متغير. اي حاجه بين اقواس انت بتكتب حاجه واحده منهم، اي حاجه بين اقواس بتكتب حاجه واحده منهم. يعني لما اقول سويتش بورت مود، يا اما اكسس يا اما ترانك، هكتب يا اما كده سويتش بورت مود اكسس او سويتش بورت مود ترانك. لو انت عايزه يشتغل اكسس قول له سويتش بورت مود اكسس، عايزه يشتغل ترانك قول له سويتش بورت مود ترانك. حلو كده يا جماعه. طيب يبقى احنا كده قدرت ان انا اعمل فيلانز، احط او اخلي البورتات عضوه في الفيلان دي. يبقى اهم حاجه صغيره قوي، تعالى كده نرسم رسمه كده. فاكرين لما كنت عامل هنا سويتش المره اللي فاتت واصل على حد هنا في فيلان 10 وحد هنا في فيلان 20؟ تخيل كده معايا، ده فيلان 10 ده فيلان 20، كنت بحط هنا ايه يا شباب؟ راوتر. والراوتر ده كان بيعمل عمليه ايه؟ انتر فيلان راوتنج. حلو قوي الكلام ده. وكان بيعمل عمليه انتر فيلان راوتنج عن طريق تقسيم الانترفيس دي الى مجموعه من السب انترفيسز. يعني كنت بمنتهى البساطه اخلي الانترفيس دي كده ايه؟ اتنين سب انترفيس، وخلي الانترفيس اللي على الشمال دي مربوطه بمين؟ ب 10 او فيلان 10، وخلي الانترفيس اللي على اليمين دي مربوطه بمين؟ فيلان 20. اعتبر طبعا ان المنظر دوت هو الراوتر. يعني ها، حد فاكر الكلام ده من المره اللي فاتت؟ جميل قوي. الكلام ده بقى هيتعمل ازاي ككونفيجريشن؟ بمنتهى البساطه انت عايز اول حاجه تخش على الانترفيس دي اللي على الراوتر وتقسمها الى سب انترفيسز. حلو قوي، قسمناها سب انترفيسز، ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه انت عايز تعرف كل انترفيس هي موجوده في انهي فيلان، صح؟ مش انت عايز تخلي السب انترفيس دي في فيلان 10 عشان تكون متصله بالجهاز اللي تحت على الشمال اللي في فيلان 10، وكمان تخلي الانترفيس دي في فيلان 20 عشان تكون قادره انها تتصل بالجهاز اللي تحت على اليمين اللي هو فيلان 20. اذا اول حاجه هنقسم الانترفيس الى مجموعه من السب انترفيسز. اثنين، هتخلي كل سب انترفيس تعرف هي في انهي فيلان. بس كده؟ لا. فاكر لما قلنا المره اللي فاتت ان الانترفيس دي تبقى ترانك؟ سوري. طب مش احنا النهارده قلنا ان الانترفيس الترانك بتعمل عمليه تاجنج؟ يعني بتزود على الفريم او على الهيدر بتاع الفريم حته زياده اسمها الفيلان اي دي. طيب ما هو لازم الانترفيس اللي قدام السويتش اللي على الراوتر، ليه الانترفيس دي؟ ما لازم الانترفيس دي كمان اللي احنا قسمناها دلوقتي لمجموعه من السب انترفيسز، لازم السب انترفيسز دول تبقى فاهمه هي كمان نوع التاجنج. والا لو ما عرفتهاش نوع التاجنج، السويتش كده كده هيبيعمل عمليه تاجنج على الترانك انترفيس، هتروح الداتا على الراوتر، الراوتر يفك الهيدر ما يعرفش يقراه لانه مش عارف ان هو بيتعامل مع حاجه اسمها اي اس ال او حاجه اسمها دوت 1 كيو. ايه دول؟ دول نوع التاجنج. فاكرين نوع التاجنج كان اي اس ال او دوت 1 كيو؟ بالبلدي طالما الانترفيس اللي باللون الاخضر دي بتعمل تاجنج، يبقى لازم الانترفيس اللي قدامها على الراوتر اللي هي دي هي كمان تفهم نوع التاجنج. وخلي بالك ان دي مش انترفيس، دي مجموعه من السب انترفيسز، يعني هخلي الانترفيس دي تفهم نوع تاجنج
وايضا الانترفيس دي تفهم نوع التاجي. ها كده واضحه؟ يبقى كام خطوه يا شباب؟ انا بحاول اشرح كونفيجريشن مش اوامر، انا بحاول افهمك احنا بنعمل ازاي كونفيجريشن. يعني من قبل ما اقول الاوامر انا ممكن اقول لك ايه كونفيجريشن، يلا 1 2 3 الامر الفلاني بيعمل كذا، الامر الفلاني بيعمل كذا، الامر الفلاني بيعمل كذا. لا انا مش عايز اقول الاوامر، انا عايز افهمك احنا بنعمل ايه. اول حاجه احنا عايزين نقسم الانترفيس اللي بتاعت الراوتر الى 2 سب انترفيس. حلو قوي كده. 2 عايز تعرف كل سب انترفيس هي في انهي فيلان. مقنع الكلام؟ مقنع الكلام. 3 بما ان الانترفيس اللي قدام الراوتر بتاعت السويتش ترانك يعني بتعمل تاجينج يعني بتغير حاجه في الهيدر، اذا كمان الانترفيس بتاعت الراوتر اللي هتستقبل الداتا دي هي كمان تبقى فاهمه نوع التاجينج، هل هو اي اس ال او دوت 1 كيو. اذا احنا محتاجين نعمل كل الحاجات ديت في كل سب انترفيس موجود على الراوتر. الكونفيجريشن بقى تتعمل ازاي؟ وانت على الراوتر في الكونفيجريشن مود اول حاجه هتنده على الانترفيس اللي احنا عايزين نقسمها انترفيس، ومثلا كان اسمها وليكن فاست 0 على 0 وليكن. ها هيدخلك على ايه؟ كونفيجريشن انترفيس. اول حاجه بعملها مش فاكرين الكوماند اللي اسمه اي بي ادرس كذا، اي بي ادرس كنت بكتب بعدها بقى بلا 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 يعني الاي بي والماسك. لا انا المره دي هقول له نو اي بي ادرس. ايه ده؟ ايه نو دي؟ عموما للناس اللي ما بتعرفش اي كوماند، اي كوماند تاني هقولها اهو، اي كوماند عايز تلغيه اكتب نفس الكوماند واكتب قبله كلمه نو. يعني الكوماند اللي اسمه اي بي ادرس كذا 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 هو نفس الامر هكتب قبله نو، نو اي بي ادرس. لما اقول نو اي بي ادرس معناها ان انا عايز اشيل اي اي بي على الانترفيس. بالراحه يا عم، انت هتشيل اي بيات وتحط اي بيات؟ افهم معايا. طالما الانترفيس دي هتتقسم الى 2 سب انترفيسز كل سب انترفيس منهم يبقى عليه اي بي، اذا ما ينفعش الانترفيس الاصليه يبقى عليها اي بي. اقول تاني، الانترفيس اللي على الراوتر هيتقسم الى 2 سب انترفيس كل سب انترفيس منهم هياخد اي بي. هل بقى الانترفيس الاصليه تاخد اي بي؟ لا، لان اصلا ما بقاش فيه انترفيس اصليه، احنا قسمناها. اذا تحولت من انترفيس الى سب انترفيسز. اذا الانترفيس نفسها القديمه اللي كانت انترفيس خلاص خلصان، طيب ما تاخدش اي بي ادرس اصلا، فبخش اقول لها نو اي بي ادرس. لكن لما اخش جوه السب انترفيسز هدي كل واحده منهم ايه؟ اي بي ادرس. حلو قوي. يبقى دخلت جوه الانترفيس الاصليه وقلت لها ايه؟ نو اي بي ادرس، وطبعا الكوماند الشهير اللي هو ايه؟ نو شوت داون. بشيل الشوت داون اللي موجود على الانترفيس دي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. وانت في الكونفيجريشن مود يعني ممكن تعمل اكس مثلا لو انت عايز، او ممكن من جوه على فكره، هتبدا بدل ما تنده على انترفيس فاست سبنت 0 على 0، لا انا هنده على فاست سبنت 0 على 0 دوت 1. شوف بقى ازاي بكريت سب انترفيس. اكتب ايه؟ فاست سبنت 0 سلاش 0 ده اللي هو اسم الانترفيس صح؟ اتبعه على طول كده دوت 1. عارف السويتش بيفهم ايه؟ لما انت بتنده على انترفيس فاست ايثرنت 0 على 0 دوت 1 السويتش بيفهم ان انت عايز تعمل عمليه تقسيم، عايز تكريت نيو سب انترفيس، هتعمل سب انترفيس جديده رقمها كام او اسمها ايه؟ فاست ايثرنت 0 على 0 دوت 1. والدليل على كده ايه؟ انه هتلاقيه دخلك على كونفيج داش، مش هو كان من شويه دخلك على كونفيج داش انترفيس، المره دي هتلاقيه كاتب لك اس يو بي اي اف سب انترفيس. طيب دخلنا على سب انترفيس، محتاجين نعمل ايه في سب انترفيس يا شباب؟ محتاجين نديها اي بي وماسك، وكمان محتاجين نقول لها هي في انهي فيلان ونوع انكابسوليشن ايه. تعال نحدد الاول نوع انكابسوليشن. فالكوماند اسمه ايه؟ اسمه انكابسوليشن
وبعدين اتباعه بدوت 1 كيو مثلا او اي اس ال زي ما انت عايز، بس طبعا انت فعلا ان الافضل هو مين؟ هو دوت 1 كيو. وبعدين اقول رقم، الرقم ده هو ايه؟ هو الفينا نمبر. انا دلوقتي بقول انكابسوليشن وبعدين اكتب نوع انكابسوليشن وبعدين اكتب رقم، الرقم ده بيعبر عن يا شباب رقم الفيلان. يعني لو انت على الانترفيس دي اللي على الشمال، لو انت على السب انترفيس اللي على الشمال دي هتقول له ايه؟ لو انت على الانترفيس دي هتقول له ايه؟ هتقول له انكابسوليشن دوت 1 كيو 10. معناها حاجتين، واحد ان نوع الانكابسوليشن اسمه دوت 1 كيو، اثنين ان انت موجوده في فيلان 10. طب والانترفيس دي هتقول لها ايه؟ هتقول لها انكابسوليشن دوت 1 كيو 20. معناها ايه؟ واحد نوع الانكابسوليشن بتاعك دوت 1 كيو، اثنين انت في فيلان 20. اذا انت كده عملت كام حاجه؟ اديت للانترفيس ديت عرفتها نوع الانكابسوليشن وعرفتها في انهي فيلان، ناقص تعرف لها ايه؟ الاي بي وماسك. يعني لو نفس الكوماند كده هتلاقي ان احكم مثلا هكتبه كده على الشمال هنا، انك هتلاقي برضو هنا الكونفيجريشن مود سب انترفيس، محتاج انك تدي الانترفيس ديت او السب انترفيس دي اي بي ادرس، فتقول له اي بي ادرس وبعدين تكتب الاي بي وتكتب الماسك. يبقى انا اخر حاجه هعملها على السب انترفيس هقول له الاي بي بتاعك كذا والماسك بتاعك كذا، الكوماند اسمه ايه؟ اي بي ادرس، وبعدين اكتب الاي بي وبعدين اكتب الماسك. اللي ما فهمش الكلام ده من الشرح تعالى نقوله تاني ولكن في العملي. انا في العملي بص كده معايا، انا ما عملتش حاجة، انا كل اللي انا عامله دلوقتي، لان طبعا انا بصمم ان اي حاجة اعملها في اي فيديو ان شاء الله طبعا هعملها معاك خطوة خطوة. انا هنا ما عملتش اي كونفيجريشن خالص، انا كل اللي انا عامله انا راسم قدامك شكل التوبولوجي بتاعتنا، عبارة عن ثلاث سويتشات، سويتش هنا وسويتش هنا وسويتش هنا، وفي راوتر فوق هيعمل عملية الايه؟ الانتر فيلان راوتنج، وكل سويتش واصل على اجهزة، كل جهاز في دايره صفراء موجود في فيلان 10 سواء هنا او هنا او هنا، كل جهاز في دايره من البنفسجي موجود في فيلان 20 ده وده وده، وكل جهاز في دايره خضراء موجود في فيلان 30 ده وده وده. اول حاجه عايزين ندي اي بيهات للاجهزه، انا موزع اي بيهات كام؟ الجهاز ده 10002 لانه في فيلان 10، واللي هنا ها 10003 ايضا فيلان 10، واللي هنا 10004 من فيلان 10. اذا كل الاجهزه اللي في فيلان 10 واخده الصمت كام؟ 10. كل الاجهزه اللي في فيلان 20 واخده صمت 20، 20002 20003 20004 كامل. كل الاجهزه اللي في فيلان 30 واخده صمت 30، 30002 30003 30004. طب والانترفيس دي ها هيتم تقسيمها الى كام انترفيس؟ الى ثلاثة سب انترفيس، بحيث ان واحدة منهم تبقى عضوة في فيلان 10، واحدة منهم عضوة في فيلان 20، والثالثة تبقى عضوة في فيلان 30. تعالى نعمل كونفيجريشن، تعالى نبدأ من تحت لفوق، تحت خالص كده أول طبعة، هدي لكل الأجهزة دي أي بيات، أدي على الجهاز ده، وأديه أي بي كام؟ 10002 الديفولت ماسك، والجيت واي بتاعها ب 10001. ثانية واحدة، أنت قلت الديفولت جيت واي كام؟ 10001. تقدر تقول لي على الرسمة فين 10001 دلوقتي؟ ها؟ اسأل نفسك كده، فين 10001؟ بص كده معايا، هكتبها هنا كده. الإنترفيس دي هيتم تقسيمها إلى إلى ثلاثة سب إنترفيس. دوت 1 هيبقى معاها الأي بي 10001، إن أول سب إنترفيس اللي اسمها دوت 1 هتبقى بمثابة الجيت واي للفيلان 10. طيب والسب انترفيس الثانية دوت 2 هتبقى بمثابة الجيت واي بتاع فيلان 20، فتاخد الاي بي كام؟ 20002. والسب انترفيس الثالثة دوت 3
هناخد اي بي كام؟ 30 0 0 1 سوري، اللي فوق دي تبقى 1. ان هقسم الانترفيس دي لثلاثه سب انترفيس، واحده هتاخد 10 0 0 1 وتبقى هي الجيت واي بتاعت فيرن 10، واحده تاخد 20 0 0 1 تبقى هي الجيت واي بتاعت فيرن 20، واحده تاخد 30 0 0 1 تبقى هي الفي لان بتاعت سوري الجيت واي بتاعت فيلان 30. تعال نكمل، هاخد الاي بي، الاي بي اللي هنا هيبقى 20 0 0 2 الديفولت ماسك، والجيت واي 20 0 0 1. نكمل الجهاز ده هياخد اي بي 30 0 0 2 ديفولت ماسك، الجيت واي 30 0 0 1. دايما انا بفضل ان اكون كاتب الاي بيهات على كل الاجهزه بحيث ان انا ابقى على طول بنجز شغلي. هنا هيبقى دوت كده 10 0 0 3 ديفولت ماسك، 10 0 0 1 خلاص بقى حفظناها. هنا يبقى 20 0 0 3 20 0 0 1 ده الجيت واي. هنا 30 0 0 3 و 30 0 0 1 دوت الجيت واي. هنا 10 0 0 4 ديفولت ماسك، 10 0 0 1 20 0 0 4 20 0 0 1 وهنا هيبقى 30 0 0 4 30 0 0 1. كده احنا حطينا اي بي هات على كل الاجهزه. يلا هسألك سؤال. سوري، التو بي سيز دول موجودين على نفس السويتش، هل يقدروا يبينجوا على بعض؟ ها، التو بي سيز دول موجودين على نفس السويتش، هل يقدروا يبينجوا على بعض؟ الإجابة ما ينفعش تبقى أو لأ، لازم تقول لي هم موجودين في نفس الفيلان ولا لأ. تعال بقى نكمل، خش على السويتش ده وانكريت فيلان. حد فاكر الكوماندز؟ enable configuration terminal، هقول له ايه؟ فيلان وديها رقم 10، وديها اسم سيلز وليكن، واعمل اكس. كده كريت فيلان 10 واديتها نيم سيلز، كاري كمان فيلان 20 اديها نيم اكونتنج مثلا، واعمل اكس. كاري كمان فيلان 30 واديها نيم مثلا الاي تي مثلا، واعمل اكس. كده احنا عملنا ايه يا شباب؟ احنا رحنا على السويتش ده كريتنا ثلاثة فيلان، فيلان 10 فيلان 20 وفيلان 30. اللي عملناه هنا هنعمله هنا، وبعدين هنعمله هنا. يلا اجي هنا انيبل كونفيجريشن تيرمينال فيلان 10 نيم سيلز اكزيت، كمان فيلان 20 نيم اكاونتنج اكزيت، يلا فيلان 30 نيم اي تي اكزيت. واللي عملناه هنكرره لثالث مره على السويتش ده، انيبل كونفيجريشن تيرمينال فيلان سوري 10 نيم سيلز اكزيت، اللي وراها فيلان 20. شفتوا الكونفيجريشن في منتهى السهوله، فيلان كذا نيم كذا اكاونتنج اكزيت، واخيرا فيلان 30 وديها النيم بتاعها مثلا الاي تي اكزيت. كده كريتنا الفيلانز وعملنا نيمنج للفيلانس، يعني خلصنا خطوه رقم واحد وخطوه رقم اثنين. ها، حد فاكر معايا خطوه رقم ثلاثه؟ اكتيفيتنج الفيلانس، انك تخش تخلي كل انترفيس عضو فيلان. بصوا شباب، دايما في اي سويتش انا مخلي فاست اثرنت 0 على 1 هي اللي داخله على فيلان 10. بصوا هنا كده كمان
الانترفيس دي فاست 0 على 1، الانترفيس دي فاست 0 على 1، ودايما فاست 0 على 2 هي اللي عضوه في فيلان 20، ودايما فاست 0 على 3 هي اللي عضوه في فيلان 30. انا بس بعمل كده عشان اسهل على نفسي. يبقى انا هنا عندي على انترفيس فاست 0 على 1 دي اللي هي عضوه في فيلان كام؟ 20. عايز تقول لي انترفيس كام حاجه؟ حاجتين. واحد ان انت نوعك ايه؟ اكسس. الكوماند اسمه سويتش بورت مود، اقول له اكسس ولا ترانك؟ اكسس. ايه كمان الحاجه الثانيه؟ ان هي اكسس هي موجوده في فيلان كذا، فبقول له سويتش بورت اكسس فيلان كام؟ 10. اكزت. وانده على انترفيس فاست على كام؟ 0 على 2. دي عضو في انهي فيلان يا شباب؟ فيلان 20. يبقى نفس التو كوماندز ثاني، سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس فيلان 20. اكزت. اللي وراها الانترفيس الثالثه فاست 0 على 3، سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس فيلان كام؟ 30. يبقى لها كل اللي عملته دلوقتي ان دخلت على السويتش ده، خدت الانترفيس دي عضوه في فيلان 10، خدت الانترفيس دي عضوه في فيلان 20، خليت الانترفيس دي عضوه في فيلان 30. اللي عملناه هنا نكرره هنا تاني وهنا تاني. يلا نرجع السويتش ده، انترفيس فاست 0 على 1، اتفقت معاك ان دايما 0 على 1 في رسمتي موجوده في فيلان كام؟ 10. فاقول له سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس فيلان 10. وانده على الانترفيس. على فكره ممكن من غير ما تعمل اكزت تنده على الانترفيس على طول من جوه الانترفيس الثانيه، يعني هنده هنا على انترفيس فاست 0 على 2 عادي خالص داخل جواها اهو، هقول له سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس فيلان كام بقى المره دي؟ 20. صح. انده على انترفيس فاست 0 على 3، يلا سويتش بورت مود اكسس، وثم سويتش بورت اكسس فيلان كام؟ 30. واللي عملناه هنا هنكرره هنا، انترفيس فاست 0 على 1 في التكرار الافاده، سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس فيلان 10. عايزك توصل لمرحله انك بتكون بتعمل الكونفيجريشن ديت اسرع مني. يلا انترفيس فاست 0 على 2، سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس فيلان 20. طبعا انا بستخدم الهيلب بتاعي اللي هو التاب على طول عشان اكمل الكوماند، يعني مثلا بقول له انترفيس فاست 0 على 3، بدل ما اكتب سويتش بورت كلها بكتب اس دبليو وتك تاب، لو حد ما يعرفش الكلام ده بكتب اس دبليو تك تاب، فهو بيكمل الكوماند بتاعته سويتش بورت ام وهو مكملها مود، يعني اكتب ام وبعدين تاب اضغط زرار تاب يكمل هو مود، وبعدين اقول له ايه والتق تاب يعمل هو ايه؟ اكسس، سويتش بورت مود اكسس، وبعدين سويتش بورت اكسس فيلان 30. كده حطينا الانترفيس ديت وديت 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 وديت، كل انترفيس اتحطت في الفيلان الخاصه بيها. لكن ستيل لسه الانترفيس دي والانترفيس دي محتاجين ان هم يتعملوا ايه؟ ترانك. والانترفيس دي والانترفيس دي ايضا محتاجين ان هم يتعملوا ايه؟ ترانك. دول اسمهم هنا فاست 0 على 5. ارجع على السويتش ده انده على انترفيس فاست 0 على 5 واقول له سويتش بورت مود ها اكسس، لا المره دي هيبقى ترانك. ومؤقتا معلش سامحني فيها عديها لي، هخش برضو على الانترفيس دي من هنا اكزت كده مثلا واقول له انترفيس فاست 0 على 5 واقول له نفس الكوماند سويتش بورت مود ترانك. قدام ان شاء الله هفهمك انا ليه قلت لك سامحني اللي بعمل كده. يعني انت دلوقتي مؤقتا انت فاهم انا بعمل ايه، دخلت على كل انترفيس دي ودي وخليك كل واحد منهم ترانك. قدام ان شاء الله هقول لك حاجه اسهل من كده هتخلي العمليه معاك اسرع من كده، بس خلينا ناخد خطوه خطوه. برضه المره دي اخش على دي ودي واخليهم ايه؟ ترانكات. يبقى انا هنده هنا على انترفيس سوري فاست 0 على 15 ده اسم الانترفيس، هقول له سويتش بورت مود ايه؟ ترانك. واجي هنا برضو انده على سويتش بورت سوري انده على انترفيس فاست 0 على 15 واقول له انت نوعك ايه؟ ترانك. كده اصبح كل جهاز في داير صفراء موجود عضو او موجود في فيلان 10
كل جهاز في دايره زرقاء موجود في فيلان 20، كل جهاز في دايره خضراء موجود في فيلان 30، والمفروض ان كل الاجهزه اللي داخل الفيلان الواحده تقدر تتكلم مع بعض. تعال نجرب، يلا هروح على الجهاز ده 10002 اللي هو موجود في فيلان 10 واجرب اعمل بينج على 10003. جميل جدا، في ريبلاي، يعني هو قادر يوصل ل 10003. طب 10004 جميل جدا برضو قادر يعمل ريبلاي. تعالى مثلا نجرب الجهاز ده، عايز اعمل بينج على 20002. جميل جدا، اذا برضو الاعضاء اللي موجوده في فيلان 2 شغالين مع بعض. طب تعالى هنا اعمل بينج على 30004. جميل جدا، الاعضاء بتاعت فيلان 3 بتكلم بعض. طب من هنا لو عملت بينج على حد فيلان 10 10002 مثلا، هيبينج معايا؟ ايه رايك؟ اكيد مش هيبينج. ليه؟ لان حتى هذه اللحظه انت ما عملتش عمليه انتر فيلان راوتنج. كل اللي انت عملته ايه؟ انك قسمت فيلانات، فالاعضاء في نفس الفيلانز هيكلموا بعض. لكن حد من فيلان 30 يكلم حد من فيلان 20 او 10 ما ينفعش، والعكس ايضا صحيح. عشان نخلي ده ينفع لازم نعمل عمليه انتر فيلان راوتنج. هنروح على مين بقى؟ البوب الكبير على الراوتر. انيبل كونفيجريشن تيرمينال. اول حاجه اتفقنا ايه؟ هخش على الانترفيس دي اللي اسمها فاست ايثرنت 0 على 0. واول حاجه ان انا همسح من جواها اي اي بي، فبقول له ايه؟ نو اي بي ادرس. مش عايز اي اي بي خالص الانترفيس دي تمهيدا لاني هقسمها دلوقتي. وايضا اقول له ايه؟ نو شت داون. تمام، بقت اب. تعالى بقى نقسمها لثلاثه سب انترفيسز. ها عشان اكريت اول سب انترفيس هقول له ايه؟ كاني هنده على انترفيس فاست 0 على 0 بس دوت كام؟ دوت 1. بص دخل عليه كونفيجر سب انترفيس اهو. اذا فعلا كريت لي سب انترفيس جديده اسمها 0 على 0 دوت 1. اقول له اول حاجه ايه؟ نوع الانكابسوليشن بتاعك دوت 1 كيو. انت موجود في انهي فيلان؟ 10. قلت لك انكابسوليشن 1 كيو وبعدين رقم الفيلان وبعدين تديها اي بي. اي بي كام بقى؟ ها مش الانترفيس دي اللي هتبقى الجيت واي بتاعت الفيلان 10 اللي واخده اي بي كام؟ صح، لما اكون كاتب ما بقاش متلخبط، ببقى عارف راسي من رجلي 10001. والماسك اللي هو الديفولت جيت واي، سوري الماسك اللي هو الديفولت ماسك 255000 اكزيت. هنده بقى مرة تانية على انترفيس فاست 0 على 0 بس المرة دي دوت 2. دخلني جوه برضه داش سب انترفيس. هقول له فيها انكابسوليشن دوت 1 كيو بس المرة دي انت عضو فيلان كام؟ 20. وادي له اي بي ادرس هيبقى كام؟ 20001 ده اللي هو الجيت واي بقى 255000 ده الماسك. اعمل له اكزيت. برضه لو مش عايز تعمل اكزيت وعايز تنده على السب انترفيس اللي جايه من هنا مفيش مشكله، بس تعالى نعمل اكزيت برضه. اه انترفيس فاست 0 على 0 بس دوت كام بقى المره دي؟ دوت 3. فكريت لي سب انترفيس اسمها فاست 0 على 0 دوت 3. ها هتقول له انكابسوليشن دوت 1 كيو كام بقى؟ 30، لانها هتتحط في فيلان 30. واقول له اي بي ادرس 30001 255000. عايز اتاكد شغلك مظبوط، كنترول زد كده، نطلع بره خالص وقول له شو اي بي انترفيس بريف. حد يعرف الكوماند ده؟ شو اي بي انترفيس بريف بيوريك الاي بي هات اللي موجوده على الانترفيسز. ما هو بص بيقول له ايه؟ بيقول له شو اي بي انترفيس بريف، وريني الاي بي هات اللي على انترفيسز بطريقه بريف، طريقه مختصره في جدول صغير كده. بص فعلا في فاست ايثرنت 0 على 1، سوري 0 على 0 دوت 1، 0 على 0 دوت 2، 0 على 0 دوت 3. دوت 1 واخده اي بي ده، دوت 2 واخده اي بي ده، 3 واخده اي بي دوت، كلهم اب، كلهم اب. اذا انا شغلي جميل جدا. ها هل كده الانتر فيلان راوتنج يشتغل؟ ايه رايك؟ كده ظبطنا الفيلانات، ظبطنا البورتات، عملنا الترانكات، عملنا الراوتر. ها ايه رايك يشتغل؟ ايه رايك هيشتغل؟ اسال نفسك هيشتغل. يا لو جيت هنا على الجهاز ده وعملت 10002 وقلت له بنجري على 20002، هل هيحصل انتر فيلان راوتنج بين 20 و10؟
الإجابة لأ. بص كده، إيه ده؟ ده بالإنجلش لسه. هو إحنا مش عملنا انترفيو راوتينج؟ أنت نسيت حاجة مهمة جدا. الإنترفيس دي حتى هذه اللحظة ما اتعرفتش كترانك. ها لو أنت كده رجعت بالفيديو ورجعت تاني هتلاقيني حتى هذه اللحظة ما عرفتش انترفيس دي ترانك. خش على الانترفيس دي، سوري، على السويتش، عند على انترفيس، انترفيس فاست 0 على 10، ده رقم الانترفيس. هقول له سويتش بورت ايه؟ مود ترانك. كده اصبحت الانترفيس دي ترانك، كده اصبحت اللينكات دي قايمه. هي بس لسه في مرحله كده بتاخد حوالي 30 ثانيه 40 بتقوم. خلينا كده نستنى لحد ما تقوم واللون هيخضر ونجرب لبنج تاني من هنا. مش كنا اخر مره عاملين بنج على 10 على 20 0 0 2 وبنجش؟ خلينا نشوف. والله لو بنج يبقى شغلنا سليم، ما بنجش يبقى لسه في ناقص حاجه. في انتظار بس ان اللينكايه تقوم. اللينكايه قامت، هنروح على الجهاز اللي اسمه 10002، هعمل نفس الكوماند اللي فات، بينج على 20002. هتلاحظ ان اول باكت هتقع، هيحصل ريكوست تايم اوت، لكن بدايه من الباكت الثانيه هيبدا في ريبلايز. طيب اول باكت بتقع ليه؟ لان عقبال ما تروح لحد الراوتر ويبدا يعمل لها انترفين راوتنج وتروح لحد الديستنيشن وترجع، بيكون الجهاز اللي احنا بنبنج من عليه خلاص عمل تايم اوت. لكن ابتداء من الثانيه بيكون الموضوع اسرع بشويه، فبيروح وبترجع الرد بسرعه قبل ما نعمل تايم اوت. لو انت جربت ثاني هيبقى من اول باكت على طول في ريبلايز. اذا انت كده من جهاز اسمه 10 بتبنج على 20، تعالى كده مثلا من 30 004 عايزين نبنج على 20 004. هتلاحظ برضو ان اول باكت في اول مره دايما بتقع وبعدين الباقي بيكمل. ادي اول واحده وقعت وادي الريبلايز. في ريبلايز، في بنجات بين الفيلانات وبعضها. انت عملت انتر فيلان راوتنج مظبوط. اتمنى ان يكون الفيديو فاتكم النهارده. سوري انا عارف ان الفيديو كان طويل، انت ممكن تشوفه على مرتين لو انت حابب، لكن كان في كلام لازم نشرح النهارده. كمان لسه معانا اجزاء اخرى من الفيلانز، لسه الفيلانز بحورها طويله وغويطه زي ما بنقول. ان شاء الله هنكون موجودين مع بعض في فيديوهات اخرى. تنويه بسيط في الاخر، تنويه بسيط في الاخر، ان جاني بعض الاستفسارات او الطلبات ان هم في ناس عايزيني اشرح كورس السي سي ان اي جديد اللي هو ال 220، وبيقولوا يعني ان الفيديوهات اللي موجوده فيديوهات قديمه للمنهج القديم اللي هو 640 802. انا طبعا بقول ان الفرق مش كبير قوي بين التو سيرتيفيكتس او بالمنهجين، في حاجات اتشالت من القديم وحاجات اتحطت في المنهج الجديد، لكن انا برضو ان شاء الله يعني مش عايز اقول لا لحد. ان شاء الله لو في نصيب هيكون معانا من الفتره الجايه برضو بالتزامن مع سلسله الفيلانز هنبدا نشرح كورس السي سي ان اي الجديد اللي هو ال 220. تنويه اخر دايما برضو بنوه على اي حد عنده اي استفسار يراسلني على facebook.com/cisco.samir.mahfouz، ده البيج بتاعتي على الفيسبوك. خش بس ابعت لي اي مسج وانا هرد عليك ان شاء الله. اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم ان شاء الله، يعني مش هننقطع او مش هنتاخر تاني في تنزيل الفيديوهات. هيكون الفتره الجايه فيها تكمله لسلسله الفيلانز وايضا بدايه لشرح كورس السي سي ان اي 220. اتمنى ان يكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.